بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. كيفية التحويل من مدرسة لأخرى في القاهرة؟ اعرف التفاصيل. متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تقديم التحويلات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس الجيزة، وذلك بداية من الخميس 1 يوليو وحتى الأحد 15 أغسطس 2021. ويمكن التحويل الإلكتروني من خلال الرابط التالي، وسنترك لكم الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وأوضح مدير المديرية عدد من الملاحظات التي يجب اتباعها عند التحويل، وهي يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسؤوليته. 2. ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2021 إلكترونيا. سوف يتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من 1/9/2021. اختيار ولي الأمر مدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها. في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع والفقها بالأوراق المطلوبة. التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، ولا يعتد بالتحويل الورقي يدويا إلا التعليم الخاص والتعليم الفني فقط. المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي الابتدائي والمرحلة الإعدادية والثانوية. استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.